السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق في السماء وتعالى وتقدس واصطفى من البقاع الحرمين الشريفين والبيت المقدس. الحمد لله الذي لا يبلغ حمده حامد، وأشكره على نعمه التي لا يعدها عاد ولا يحيط بها راصد. الله الذي جعل الأيام دولا والأمم بعضها لبعض آيات ومثلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. ثم أما بعد، أوصيكم أيها الأحبة ونفسي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه. وما استجلبت الخيرات إلا بالطاعات، وما محقت الأحوال إلا بالمعاصي والذنوب. وإن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، في رواية البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في هذه الأرض أولا؟ ما المسجد الأول الذي وضع في هذه الأرض؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فقد ثبت أن ما بين المسجد الحرام الذي بمكة وما بين المسجد الأقصى الذي في فلسطين 40 سنة. وقد بنى مسجد مكة إبراهيم عليه السلام، وبنى المسجد الأقصى سليمان عليه السلام. وذكر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى بالقسم، فقال: والتين والزيتون، إشارة إلى ما يخرج من تلك الأرض المباركة. وأقسم: وطور سينين. وأقسم سبحانه: هذا البلد الأمين، أي في مكة، والمبعوث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. نجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من ظلم فرعون في مصر، وهاجر بهم موسى عليه السلام من مصر إلى منطقة سيناء، وأمرهم بدخول الأرض المقدسة فأبوا. فقال الله جل في علاه: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولم يجب موسى منهم إلا رجلان، فكتب الله عليهم التيه، ومات موسى عليه السلام في وقت التيه. فكانوا يستيقظون صباحا فيسيرون، يظنون أنهم يصلون إلى مكان أبعد، فإذا ما جاء المساء وجدوا أثر ليلتهم الماضية، وكأنهم يدورون في التيه. وتوفي موسى حتى خرج جيل آخر أكثر صدقا من آبائهم، فأدخلهم الله الأرض المقدسة. ثم كتب الله عليهم الإخراج عندما أفسدوا فيها وطغوا، فكان ما كتبه الله من توليهم الكفر والطغيان حتى أخرجوا وتشرذموا في الأرض بعد 3 قرون. ثم بعد سنين أورث الله الأرض المؤمنين أتباع عيسى عليه السلام، أرض فلسطين، الأرض المقدسة، لأن الله يورث الأرض من يشاء. فكانت للمؤمنين قبل بني إسرائيل، ثم كانت لهم بعد ذلك. قال الله جل في علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد جعل الله للمسجد الأقصى فلسطين مزية بمضاعفة الصلاة فيها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بالمسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة، وصلاة بالمسجد الأقصى على النصف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وقد حرم الله سبحانه وتعالى مكة، وحرم المسجد الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، ولم يحرم المسجد الأقصى، إلا أنه أولى القبلتين، وقد سمي بالأقصى لبعده عن المسجد الأحرام، لبعده عن المسجد الحرام. المسجد الأقصى هو مصر الأنبياء ومصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قبلة الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى، فجاءت الشريعة بأن نتوجه إلى مكة الكعبة، بل أن الله فرض الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم متوجهين إلى بيت المقدس 13 عاما، ثم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي متوجها 17 شهرا حتى نزل القرآن آمرا بالتوجه إلى مكة. بارك الله في المسجد الأقصى، فرزق محمداً صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج أن يكون منطلقه من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج إلى السماء. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهو مبارك، ومبارك ما حوله، ونحن كلنا نشاهد أي ثمرات تأتي من بلاد الشام نجد فيها البركة من اللذة والطعم. قال أهل العلم: كلما اقتربنا من المسجد كلما زادت البركة. والمسجد الأقصى يقع داخل البلدة القديمة بالقدس في فلسطين، فهو كامل المنطقة المحوطة بالسور في أقصى الزاوية الجنوبية من البلدة القديمة، وتبلغ مساحته 444,000 متر. والمسجد الأقصى يشمل على قبة الصخرة والمسجد القبلي والمصلى المرواني، ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تسمى هضبة موريا، لكن الذي يروج إلينا ذاك المسجد الذي ذا قبة ذهبية، هذا ليس المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي بجواره. في السنة 15 للهجرة تحققت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل المسلمون بيت المقدس، وقال البطارقة: لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا لخليفتكم. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج من المدينة إلى بيت المقدس. فقد ذكر صاحب الروضتين بعد وفاة عمر بن الخطاب وتغير الأحوال واعتلاء غير المسلمين عليه، أنه في عهد صلاح الدين الأيوبي أنه شاباً أسر من بيت المقدس، فكتب إلى صلاح الدين رقعة صغيرة فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. وكتب في آخرها: أنا نشتاق لأن نسمع الآذان من الأقصى. فلما قرأها صلاح الدين الأيوبي بكى حتى بل الورقة، وجعل أولى مهامه ووزرائه فتح بيت المقدس، فجهز الجيوش وانطلق بجيشه 583 من الهجرة، فوجد في بيت المقدس 60,000 من المقاتلين كلهم يرى أن الموت أهون عليه من تسليم البيت لغير المسلمين، فقاتلهم حتى حاصرهم وانتصر. أسأل الله لي ولكم البركة، أسأل الله لي ولكم البركة فيما قلنا وفيما سمعتم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقاتلونهم ويقتلونهم حتى يختبئ اليهود من وراء الشجر والحجر فيقول ينطق الله الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا الحديث بإجماع علماء المسلمين أنه ليس في عصرنا هذا، وإنما بعد نزول المسيح ومقاتلة المسلمين معه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ اللهم مقدساتنا. اللهم احفظ للمسلمين دماءهم، اللهم احفظ لهم أعراضهم، اللهم احفظ لهم نساءهم وأزواجهم وأموالهم. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا عبادك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نعلم أنك القوي، أنت القاهر، بيدك جنود السماوات والأرض. نسألك اللهم ألا تجعلنا من المخذلين، وألا تجعلنا ممن يذهبون ولا يكسبون شيئا، فارزقنا اللهم من واسع فضلك فضلا وقبول دعاء. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين مما حل بهم، فاحفظ عليهم دماءهم. اللهم ثبت أقدامهم، وانصرهم يا رب على من عاداهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله. اللهم من أراد بنا فرقة فابعده عنا، ووحد كلمتنا، وارفع اللهم عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وإسلامنا. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وارزقنا اللهم تقواك، وارزقنا اللهم الحق وأرنا إياه، واجعلنا ننطق به وندعو له ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابعدنا اللهم عن الباطل. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وآمنهم في ديارهم. اللهم أرغد عيشنا، وأصلح أحوالنا، وأكبت عدونا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، إله الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب العالمين، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. اللهم إن هؤلاء قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، فهيئ لنا من جنود السماء ومن جنود الأرض من يكون لنا عونا ونصيرا. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، فقد أمرتنا أن ادعوني أستجب لكم. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن المسجد الأقصى من شعائر الله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم شعائره، فهو مصر الأنبياء، وقبلتنا قبل أن نتوجه إلى مكة، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وفيه أخبر أن عيسى نبي الله في آخر الزمان يقاتل المسيح في ذاك المكان، المسيح الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم في قصة إسرائه أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس تعظيماً وتشريفاً لذاك المكان. إلا أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا، لا يجعل لنا العزة، ومن نظر وجد ذلك في سيرة الأنبياء قبلنا. إبراهيم عليه السلام يملك من القوة والحكمة، إلا أن الله يسلط عليه آباءه وأصوله كأعمامه، فيسفه أمره ويسفه قوله، وما استطاع أن ينتصر إلا أن خرج من تلك البلاد. وثم ابتلاه الله بأن جاء إلى مكة مختبرا له أن يقتل ابنك،
وتدور الحوادث ويأتي موسى وعيسى سليمان عليه السلام بقوته وبما أعطاه الله من تسيير الرياح وتسخير الجن وسماء الطير والتحدث مع الحشرات والحيوانات، إلا أنه لما سأل عن الهدهد فجاء وقال: إني جئتك من سبأ بنبأ عظيم. أنت لا تملك كل شيء، مهما كانت قوتك، مهما كانت علاقتك بربك أن اصطفاك وأعطاك الملك، إلا أني أكثر منك علما. فإنا ندرك أيها الأحبة ونحن مسلمون في آخر الزمان، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سيبتلينا. ولو لاحظنا في الأمم السابقة أن الله يبتلي المستضعفين بالظالمين ثم يخرجهم سالمين. قصة موسى عليه السلام 140 موضعا في القرآن تتحدث عن قصة موسى مع فرعون. يقول الله له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يرسل الله موسى عليه السلام بضعفه ولذغته وعدم فصاحة لسانه إلى أكبر جبروت في الأرض في ذاك الوقت، حتى أن موسى سأل ربه قال: كيف أذهب وله علي دين قصاص وأنا لست لدي فصاحة في النطق؟ فيعلمه الله ويعلمنا من بعده أنه معه وسيحفظه. وانظر في قصة موسى، لم يستطع فرعون أن يقتله أو أن يؤذيه إلى أن أخرج موسى عليه السلام قومه بني إسرائيل، فوصلوا إلى النهر ورأى العدو من خلفهم فرعون وجنوده، فأمره الله بأن يضرب النهر فانفلق في القين. هل تتصور قوة وقدرة تستطيع أن تقسم الأرض بحيث أن الماء لا يلتصق فيكون جسرا داخل الماء، ليس نفقا لا بقزاز ولا بجدار، حتى أنجى الله موسى. ويأتي فرعون بجبروته فيقول لهم: إني قد أثرت في الماء حتى أصبح كما ترون. فسنة الله في الأرض أيها الأحبة أن الله يبتلي المسلمين، لأنه قد يسأل الإنسان نفسه: أنا أقول لا إله إلا الله وأعلم أن محمد رسول الله وأنا على دين الحق، فلما المسكنة ولما الضعف ولما القلة؟ إلا أن هذا ابتلاء من الله. ها هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى قومه أشرف نسبا في مكة، هل اتبعوه؟ لا، ظل 5 سنوات يدعوهم، ممكن ما أسلم معه إلا 40 شخصا، وكلهم من الإماء والعبيد الضعاف أو الصغار، حتى أنه لما خرج إلى الطائف ليدعوهم ما قبلوا دعوته. فوفق الله أهل يثرب، أهل المدينة، وأن جعلهم يستقبلون دعوته. فابتلاء الله لنا في أن نقدم ما نستطيع، في أن نعلم أبناءنا أن من المساجد التي عظمها الله بيت المقدس، من المساجد التي شرفها الله الأقصى. نعلمهم قضيتنا، نعلمهم أن تلك الأرض ينازعنا عليها غير المسلمين، ظنا منهم أنهم بسيطرتهم على تلك الأماكن المباركة سيباركون، وإنما هم يعلمون علم يقين أن في آخر الزمان سيكون قتلهم ونبذهم في تلك الأرض. فإني أوصيكم ونفسي أيها الأحبة في أن نعلم نساءنا وأبناءنا ونتعلم ما هي الحقوق التي لهذه الأرض. فالدماء التي تسفك، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مقابل دم يسفك في هذه الأرض ومقابل أن تهد الكعبة حجرا حجرا، أنها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. لكن الله يمهل ولا يهمل، فلا نريد أن نكون من المقصرين.
أو من المبتلين. فأقل شيء أيها الأحبة الدعاء، الدعاء مخ العبادة، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين، ونعلم أنفسنا هذا التأريخ وكيف الفتنة ولما هذه الحروب وما السبب، وما هو وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي عيسى بن مريم ينزل من السماء ويقود معه جيش المسلمين حتى ينطق الله الحجر والشجر. كل ذلك من أمور الغيب، لكن نؤمن بها لأنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، في خطبة الجمعة يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذكره والصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا.